اختبار الامثله المصريه. اوكي، القرد في عين امه، غزال، اللي ما يعرفش يقول ايه، اللي ما يعرفش يقول عدس. برافو، الله، اقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها. اهي المتعوس متعوس، ولو علقه على راسه فانوس. لا ده انتي صح، ابن الوز عوام. ايه ده، دي خلاص ادوها الباسبور. لا بس احنا برضو بنقول ابن البط عوام. فانا هسالك بقى اختبار الامثله الاردنيه، ايه رايك؟ من بره رخام ومن جوه سخام. اوه، اللي ما يعرف الصقر يشوي. برافو. ايه، ايوه. الطول طول نخله، والعقل عقل سخله. سخله، برافو. الله، اللي ما يطول العنب. ايه اللي ما يطول العنب؟ لا مش عارفه هذا، اللي ما يطول العنب، اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. حامض عنه يقول، صح صح. الحمار حمار، ولو بين الخيول. الحمار حمار لو بين الخيول. ايه بقى؟ صار صار صار. لا ده انت دي كذبه المصري اكتر. ايوه بس برضو عشان الامثال المصريه برضو عندنا حاجات شبهها برضو يعني. ايه شفتي؟ يعني اقدر اقول ان هي خدت 1-0.